اخويا محمد. الو. ايه يا محمد، ما جيتش ليه؟ معلش يا هبه، خطيبتي اتصلت بيا ولازم اروح لها اجيبها من الجامعه. خطيبتك ايه يا محمد وانا قاعده مستنياك؟ يا هبه اعمل لك ايه طيب؟ ما انا قلت لك ما تنزليش. يا محمد لولا اللي انت اخويا بس ما كنتش طلبت منك كده. ماشي، ما انا قلت لك ما تنزليش يا هبه. وبعدين انت اللي زيك اصلا المفروض يقعد في البيت ما ينزلش. انت تعبيني معاكي ليه؟ طب تعالى وصلني بس البيت وارجع تاني. انا قدامي ساعه، مش عاجبك روحي انت، شوفي اي حد يروحك. خدي تاكسي، خدي توك توك، اعملي اللي انت عايزاه، مش ناقص وجع دماغ. خلاص يا محمد خليك، انا همشي انا. ماشي يا هبه روحي. ماشي، سلام.